نروح حق النصر والسد في البداية، أو السد والنصر، نشوف لقطات المباراة وبعدها سنعود. لقطات جاهزة مع الإخوان، صور، هي صور طبعا لأن الفيديو حصري عند الإخوان في بي إن سبورت. أبو سالم، ليش خسر النصر من وجهة نظرك؟ شوف يعني لا يمكن، يعني فريق السد فريق مو سهل، النصر قد يكون ما أدى المباراة بالشكل المطلوب، مو مستوى يعني، خاصة مرابط ما كان مع أن يعني في خطورة، لا إذا وصلت عند الخطورة كانت عند مرابط، لكن فريق النصر متكامل، يعني فريق حقيقة يعني يضم لاعبين كبار، لاعبين لهم وزن بالمنطقة. اليوم تكلم عن الهيدوس، تكلم عن أكرم عفيف، لاعبين مستوى عالي، بغداد نعم. يعني احد ابطال افريقيا يعني هو، نعم. فاللاعبين يعني لما تشوفهم وتشوف المباراة كانت متعة حقيقة، نعم. وكانت من طرف واحد تقريبا، يعني كانت من طرف واحد، مع ان النصر في البداية يعني سجل الهدف تعادل، نعم تعادل، لكن ما قدر يمسك، يعني يقدر يعني ينهي المباراة أو يسير المباراة لصالحه، لأن أكثر من لاعب ما كان في مستوى، نعم. أكثر من لاعب ما كان، يعني أنا لما أتكلم عن مرابط هو القلب النابض لفريق النصر. مشكور حبيبي. فأنا أعتقد أنه يعني السد يستحق أنه يفوز، ولو يعيدون المباراة راح يفوز السد. طيب، فريق متكامل. وسيف، والله يعينكم يعني الهلالي، ما أدري رأيك فيها، قد أكون مخطئ قد أكون يعني صادق فيها. اليوم محترفين الفريقين سوبر، ما حد يختلف على ان محترفين الفريقين سوبر، لكن واضح ان اللاعب القطري تفوق على اللاعب السعودي. اتكلم اللاعب المحلي يعني. لا عزيز، انا طبعا تذكر في حلقه ماضيه هنا تكلمت، قلت اخشى ان النصر يدفع ثمن مباراه الذهاب. مباراه النصر خسر من مباراه الذهاب اللي بالرياض، اللي كان يقدر يوصل النتيجه يعني عاليه بالاهداف، ولكنه فاز ب2-1 ودفع ثمنها بالامس. شوف عزيز، انا حزين لخروج النصر امس، مهما كان هذا نادي سعودي، وهذا نادي يمثل المملكه العربيه السعوديه، هالاسم الكبير هذا، لكن النصر كان متوق بالاشواط الثلاثه، يعني وصلت الشوط الاخير، ترى حتى الشوط الاول بمباراه الامس كان يعني متاهل النصر، نعم. صراحه علامه استفهام كبيره على دكه النصر، يعني امس جليانو، والله انا اتوقع ان كان المدرب يبي يغيره، لكن مو لاقي يعني اللي نزلوا، واللي نزلوا شفتهم شباب صغار وفراس بريكان وال بس بس يعني تأيد كلام يعني. لا 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 لا, لا في اصابات اليوم، اكرم عفيف، لا كريم حسن، في عندنا يحيى الشهري مصاب، سعد الشيب، لا الهيدوس، لا 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 يعني اربع اسماء انا ذكرت لك، معلش عزيز، اسماء اربع الاسماء هذه النصر لا كان يخلصها بالشوط الاول اصلا، فرصه جليان واللي يعني سهله جدا لو مسجلها انتهت المباراه. طيب لكن عزيز، عند النصر اللاعب السعودي كان مصابين، يحيى الشهري، عندنا العبيد، نجوم كبار، بس الاصابه هي اللي وقفتها. لا تنسى نقطه مهمه جدا، لا بس لا كلمه هذا ابو سالم ان اللاعب القطري يحسب اللاعب السعودي، لا انا اقول لك ليش، لا انا ممكن اتفق معاه بشغله واحده بس، فهمني ليش اللاعب القطري افضل من اللاعب السعودي الان؟ ليش؟ انا اقول لك ليش، لان اللاعب السعودي مو قاعد يلعب، ثمن محترفين داخل الملعب، اليوم النصر لما تشوفهم مو جاهزين اساسا حق انه يلعبون مباراه. الجيد يفرض نفسه يا ابو سالم، مو انا عندي ثمانيه، هذا الخيبري ولد شباب صغير، وتدري متى لعب مع النصر؟ الخيبري انتقل بعز الثمن اجانب، انت المشكله وثبت مكانته. المشكله قاعد تتكلم بالعاطفه، لا والله مو عاطفه، انا اتكلم بالحق يا ابو سعيد، يحيى الشهري والعبيد بالحق، اليوم بالدوري السعودي ثمانيه محترفين وسبعه محترفين، قطر ما في سبعه محترفين، مو قاعد يشاركون يلعبون لاعبين. وبعدين النقطه الثانيه ابو سعيد، المنتخب القطري ترى نصه من السد ومن الحين، فطبيعي يعني راح يتفوقون اللاعبين القطريين على اللاعبين السعوديين. اللاعب السعودي كانوا نجوم، النجوم اللي كانوا داعي الاصابه في لعيبه كبار، اتكلم عن المباراة، يقول لي انا اتكلم عن المباراة، عن المباراة هذه انا اقول لك، شنو شنو السبب في تفوق السد عيل؟ السد النصر ضيعها بمباراة الذهاب، ولا والله العظيم انتهي المباراة، مباراتهم بالذهاب. طيب، النصر كان 5-1، ترى 1-10 عند المباراة وياهم، 1-10 يعني اذا 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 طافك السد بتقول بعد الهلال ضيع نفسه، اقول لك السد لعبتنا،
طيب لعبتنا السد ابو عائشه واحد يعني عشرة مو بعيد. هذه النقطه يعني الاخوان يمكن من حقه يدافع هذا قرار لا عن قناعة قرار حكومي. لا لا اتكلم عن قرار السبع محترفين اليوم. الضحيه اللاعب السعودي طبعا الضحيه اللاعب السعودي والانديه السعوديه. الانديه السعوديه في الخارج اليوم في ظل قانون الثمان محترفين او السبع محترفين قاعد يبين اليوم تاثير غياب اللاعب السعودي. قبل احنا في السابق في التسعينات يعني تحديدا اللاعب السعودي كان عامل فارق كبير في الخليج يعني في الخليج. والدليل اليوم بعد وعائشه تاكيدا لكلامك اليوم اول مباراه تصفيات كاس العالم تعادلوا مع اليمن بالضبط. كله حتى قطر تعادلت مع الهند برضه زين ايه اوكي شو النتيجه هذه المباراه هذه حتى قطر مع الهند يا ابو سيد دوري محترف وين تقول اللاعب القطري في دوري محترف مع اليمن ما عندهم دوري ما عندهم والهند عندها دوري ايه دوري محترف ما عندها دوري على عندها 20 محترف ما عندها منتخب تعادلوا وياها برضك يا ابو سيف احنا نقول لك انت تدافع بس لا انظلمتك على مثال تقول تعادلت مع الهند دوري محترفين انت تتكلم اللي تعادلت مع اليمن الهند دوري محترفين دوري قطر المحترفين وبطل اليمن وبطل كاس اسيا وبارضك وجمهورك وصفر صفر زين زين ابو سعود ابو سيف احنا نتكلم عن مدى تاثير السبع لاعبين على المنتخب السعودي هذا شيء طبيعي ردي على بس هذا شيء طبيعي لا 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 والله والله عن قناعه زين شايف سبع محترفين ايده الجيد يفرض نفسه انا اضرب لك انا اضرب لك مثال محمد المجحد لاعب جاء الموسم اللي طاف هو تالق بالموسم اللي طاف اللي هو ثمانه جانب مو سبعه وانتقل من نادي الفتح لنادي كبير النادي الاهلي اثبت نفسه الجيد يفرض نفسه ان شاء الله 10 اي بس ما راح يلعب ما راح يكون جاهز اسمح لي الجيد يفرض نفسه فاليوم اليوم القانون او نظام الثمان محترفين انا اعتقد اليوم خلى اللاعب السعودي يغيب يعني بمستواه بتألقه اللي متعودين عليه دائما احنا قبل في السابق يعني نادي الشباب نادي النصر الهلال الاهلي الاتحاد شوف كل فريق عنده ثمان لاعبين سوبر سعوديين سوبر يعني لاعبين احنا لما كنا نواجههم فعلا لهم قيمه. اليوم ظل وجود الثمان محترفين رتم اللاعب السعودي نزل وان نعم. كان يشارك على فترات متقطعه لكن الرتم العام يمكن مسيف يتكلم ان الجيد يثبت نفسه اوكي لكن في جيدين وايد ما يقدرون لان ما اثبت نفسه ابو عائشه مو جيد لا لا لا, لا, لا وعلى فكره قله المواهب بس قله المواهب ابو عائشه بس ترى ازمه عالميه لا لا هذه خاصين منها لكن مو بالسعودية بس. اليوم 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 مسيف اليوم اليوم انت اللاعب الجيد اذا ما ياخذ فرصته ما راح يكون جيد. اليوم انت لما تجيب لي ثمان محترفين وتفرضهم علي اللاعب الجيد احنا الحين مثلا على سبيل المثال يعني نذكره بالخير احمد الدوخي مثلا احمد الدوخي يثبت لعبه بعد لعبه وصل صار احمد الدوخي افضل باك باسيا لكن احمد الدوخي لو كان موجود في وقتها احتراف وثمان لاعبين يمكن ما ياخذ فرصته يمكن لعبه لعبتين المدرب ما يقتنع فيه. فاليوم احنا اللاعب اليوم يتطور من كثر اللعب من كثر الاستمراريه يرتقي بمستواه لكن اليوم انت تقول لي ثمان محترفين واللاعب ياخذ جيد هذا ابو عائشه طيب في كره القدم أوكي. في كره القدم المراكز تنتزع ولا تهدى اوكي انتزع مركزك ثمان جانب ولا عشرة انتزع طيب. المركز بس هذا متعلق على السد شفر كلش يعني السد امانه شوف يا جماعه يعني شوف امانه يعني مسعود ولا قصورا في اخواننا في نادي النصر فريق بطل وفريق قوي ويحترم لكن فريق السد من ناحية فنية فريق متكامل صراحة فريق قاعد يأدي كرة قاعد يلعب بشكل سلس أنا أعتقد حتى بوجود المدرب شافي قاعد ينقل الفكر الأسباني والطريقة الأسبانية قاعد ينقلها لفريق السد يعني أعتقد اليوم فريق السد لما يفوز على نادي النصر وله تقليل من نادي النصر نادي كبير نادي له جمهوره له تاريخه لكن فريق السد كان الأفضل في المباراة وأنا أتفق مع أبو سيف جزئية إنه اخواننا في نادي النصر ما حسموا المباراه في اللعبه الاولى. خلينا نشيد في تشافي ولا لك راي اخر مشعل لان اليوم تشافي مع السد حتى الان لاعب سبع مباريات فاز في خمسه تعادل في واحده خسر واحده فقط. ابو سعيد اكيد راح نشيد في تشافي اللي لاحظ المباراه اللي لاحظ المباراه انت اهم شيء عندك في كره القدم حاليا بوجهه نظري انا بنايه الهجمه من خط الدفاع. كلهم لاحظ السد في مباراه النصر ولا كره لعبها الجولشي طويله كله لعب باص حق المدافع قاعد يبني هجمه من ورا ممكن في غلطتين كانت تكلفهم الجول صحيح. بس هو ما عنده مشكله يبي يطور في مستوى اللاعب القطري هذا ممكن تفكيره هو انه يبني الهجمه من ورا. انا ابو سيف ممكن اختلف معاك في السبع محترفين انك تأيدها والابرز ممكن يثبت نفسه انا باكر يرد عطيف وكيار وكنو والفرج أربعة في مكان واحد كلهم سوبر راح أفقد اثنين بعد
سبع محترفين جيد خاطئ مشعل وراح الاجل مين راح اقعد راح العب المحترف شفت الاجل في لعيبه سعوديه قاعد والاجل بدكه راح المحترفين بس بعطيك معلومه بس مشعل بس معلومه تشافي تدري بس معلومه البطوله هذه ترى الدور الاول كان لاعب الدور كان لاعب بعدين صار نفس البطوله مدرب ولاعب اي مدرب ولاعب بس ابو سعيد هذا شيء زي ولا مو زي لا مو زين ليش ابو سعيد شو ابو سعيد اذا مدرب ناشئ يفوز مدرب دخل الدوره اول مره اتفق معه سي لا يا تشافي لا على انه صدق في مباراه السد والنصر اللاعب القطري تفوق على اللاعب السعودي نعم نعم هذا هو اللي عادي ما في رحمه اعطى الكفه ورجع الكفه حق السد كان نجم المباراه منه اكرم عفيف في وجود تسع محترفين مع خورخي بعلام يعتبر محترف خورخي بعلام مجنس قطري نعم. تسع محترفين في الملعب كان نجم المباراة أكرم عفيف حسن هيدوس كان ممتاز في الملعب شعلة في الملعب لا بعد عشر محترفين في مش هذا الباك اليمين مال السد تعور مجنس فيعتبر محترف اللي أنا بالنسبة اللي ساعد تفوق اللاعب القطري على اللاعب السعودي في مباراة النصر ما في رحمة طيب. والذهاب تفوق اللاعب السعودي وهذا اللي ساعد تشافي انه يكون عنده اكثر من صانع لعب ايوه مفاتيح لعب هيدوس اكرم عفيف ونام تايهي حتى عبد الكريم هذا يعتبر صانع لعب دائما مهاجم يعني يروح لدرجه انه حتى الفريق السعودي النصر مرابط العاده يلعب على اليمين ناحيه عبد الكريم اليوم تشوف مرابط حتى باللعبه الاولى تقريبا كان يوخر عن عبد الكريم ما يقدر علشان ليش؟ علشان يعني هذا قوي وهذا قوي فيهم واحد راح يستنزف الثاني عبد الكريم يرجع يروح يهجم مرابط ممكن يروح يفقده في الهجوم نفس الشيء الفريقين متفقين المدربين الشوط الاول ابو سالم الشوط الاول عبد الكريم حسن انضرب مع عبد اللطيف الغنام بلعبه اكله ومرابط اكله بلعبه طبيعي طبيعي لا لا معلش يعني النصر زين يعني النصر زين لا انت ما دام انك تقول لا 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 بس تقول لي تفوق اللاعب القطري بامس وبالذهاب اللاعب السعودي تفوق والدليل النتيجه هذه ملعب والدليل طيب. النتيجه بس 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 بنص النهائي ما في لاعب قطري في تيشيرت ازرق وشورت ازرق ما في لاعب قطري غير قطري توكل على الله توكل على الله احنا مو النصر راح يفوزون عليكم انا الزعيم انطر المباراه انا الزعيم واذا انا الزعيم قلت لك رايح راد انا راد واذا ما فاز انت كنت ابي حقد كنت تتمنى ما فاز انت بس انت فاز وفاز وفاز وما في حقوق عطني واذا فاز واذا ما فاز شنو لا قول له قول له شنو شنو الحق قول ما ادري شنو قول اللي تامره عشان انت وانت قدام ما عليك اذا واذا فازوا ها واذا فازوا والله ايش تبي وانت هم ايش تبي لا لا خلها من طرف واحد ما يصير من طرف واحد يا ولد الهلال رايح للفاينل رايح للفاينل وراوا ولا قوانز وبكره قوانز الساعه 1 الظهر يفوز زين اما ما حنحط له زين انت تبي كنت تبي السد ولا تبي النصر شلون انت اقسم بالله العظيم بالسد ابي النصر قسما بالله اقسم بالله العظيم ورب الكعبه بالنصر لاني امثل السعوديه العظمى انا نمشي على الاولى لاني امثل السعوديه العظمى لا لا قلت والله قلت اللي بقلبي انا مغرد انا مغرد انا مغرد انا انا ما عندي انا مغرد كله توفيق العيال الذيب اوكي يعني والله العظيم يا عزيز اتمنى كنت النصر قلبي مع النصر بس العاده طيب. العاده مشعل الواحد يتمنى الفريق اللي بوجهه نظره اضعف زين ما عندي انا ما عندي الكل ضعيف قدام الهلال ما سالم الكل ضعيف ما احترامي للسد فقط لا لا احنا انا ما عندي ما عندي انا اللي يجيني حياه الله ضعيف مو ضعيف احنا مو قاعد نشجع انديه احنا قاعد نقول وجهه نظر عن مستوى فني فانت لما تقول انا ابي السد اذا انت تبي السد وانت توك يعني تثني على اداء السد فمن المفروض انك تقول ابي النصر بس انا ابو سالم انا متفوق طيب عليه انا دخل روحك مباراه الاتحاد والهلال يا جماعه بعد قلبي والله العظيم والله ثم الله يعني كلمه والله مي شويه قسم اني ابي النصر امس يفوز قسما بالله انا العكس والله العظيم ابي السد